أثار ظهور الفنان المغربي سعد المجرد حالة من الجدل بين الرواد السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على خلفية انتشار مقطع فيديو له داخل أحد المولات في مدينة الرياض. وأثار المقطع المتداول الذي وثقه أحد الأشخاص تجول سعد المجرد في المول، وما أثار الغضب هو حرص بعض الفتيات السعوديات على التصوير معه رغم ما يواجهه من تهم الاعتداء الجنسي في فرنسا. وقال عدد من النشطاء إن الفنان المغربي سعد المجرد غير مرغوب به في السعودية، منتقدين الفتيات التي ظهرن معه في المقطع وحرصن على التصوير معه لأنه لا يؤتمن على شيء في ظل قضايا الشرف والتحرش الجنسي المتهم فيها، فيما حاول البعض ترك تعليقات على موقع التدوين تويتر يطالبون بمقاطعة الحفل، ومنها ما قاله البعض: أتمنى أي واحدة عندها احترام لذاتها وتعرف قيمتها وتدعم بنات جنسها وترفض الظلم لأي شخص ما تحضر لهذا السافل المقرف اللي مستغربة كيف سمحوا لي يجي السعودية أصلا، ولا تنسون جريمته البشعة اللي كررها مرتين، والله العالم كم واحدة اختارت تسكت أو اشترى سكوتها غيرهم. وأضاف آخر قائلا: سعد المجرد لا أهلا ولا سهلا بمغتصب، الله لا يحييك، غير مرحب فيك يا هاتك الأعراض. فيما قالت مغردة: سعد المجرد ما نبغى مغتصب. وكان تركي الشيخ قد أعلن عن إحياء سعد المجرد أولى حفلاته بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض بعد غياب 3 سنوات عن الغناء، حيث يقام الحفل على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض يوم 18 من الشهر الجاري. يشار إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد لم ينتهي بعد من أطوار محاكمته في فرنسا، إلا أن القضاء الفرنسي سمح في آخر جلسة باستئناف سهراته، رغم أنه لا يزال قانونيا في حالة سراح مؤقت، إذ ممنوع عليه مغادرة التراب الفرنسي إلا بإذن كما حصل في زيارته السابقة للمغرب.